قبل تاريخ الثالث من نوفمبر لم يكن هناك تمويل كاف للوصول للهدف الأكبر الخاص بالمناخ، وهو خفض الانبعاثات الغازية إلى الصفر قبل عام 2050. ولكن نقطة التحول تمثلت في الإعلان عن تحالف غلاسكو المالي الذي يوفر لتحقيق هذا الهدف 130 تريليون دولار، تقدمها أكثر من 450 مؤسسة مالية تمثل نحو 45 دولة. الآن يبدو أنه هناك جدية في موضوع التمويل. اليوم مارك كارني أعلن أنه استطاعوا جمع أكثر من التزامات، طبعا هذه وليست جمع أموال وإنما التزامات من البنوك التجارية ومن الحكومات بحوالي 130 تريليون دولار. طبعا الإثبات راح يكون عندما يبدأ الصرف، لكن هذا على الأقل يدل على عزيمة ويدل على جدية في موضوع التمويل. وفي السياق نفسه أعلنت بريطانيا اتخاذها إجراءات مهمة لضمان التزام الشركات والمؤسسات المالية بسياساتها لحماية المناخ من خلال إلزامها بالإعلان عن خططها لخفض الانبعاثات الكربونية سعياً وراء الوصول إلى نقطة الصفر. إجراءات يقول منتقدوها من المنظمات والنشطاء البيئيين إنها محدودة جداً ومتأخرة جداً. للأسف لم تأخذ ما كنا نطالب به بعين الاعتبار، ولا نرى بها أي ربط لوقف الاستثمار الجديد في الوقود الأحفوري، بل هي تعطي المؤسسات المالية المزيد من الوقت لجني الأرباح على حساب صحتنا وصحة الكوكب، وذلك عبر أعطائهم سنة كاملة من أجل تقديم خططهم وعشر سنوات أخرى لتنفيذها، مما يؤدي إلى المزيد من إضاعة المزيد من الوقت. كانت الولايات المتحدة قد تعهدت باستثمارات في مجال الطاقة النظيفة أكبر من أي دولة أخرى في العالم، بينما طالبت مصر بضرورة وفاء الدول الكبرى بالتزاماتها حيال الدول الإفريقية التي تحمل العبء الأكبر للتغير المناخي. يوم رابع من كوب 26 ويوم ثاني للإنجازات المؤثرة. عقبة التمويل كانت الشغلة الشاغلة للكثير من المنظمات المدافعة عن البيئة، ولكن الأهم كما يرى كثيرون هو أن يتم تنفيذ هذه التعهدات وتقديم هذه التريليونات على أرض الواقع حتى يمكن الوصول إلى هدف الصفر من الانبعاثات الغازية بحلول عام 2050. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، غلاسكو.